كانت السياسة عادة منفذا للشباب للمساهمة الفاعلة في الشأن العام كفئة عمرية حيوية ذات مصلحة لترجيح تصورهم عن شكل المجتمع الذي يريدونه. انخرط الكثير منهم في الأحزاب السياسية علهم يتمكنون من خلالها للوصول إلى بلوغ طموحاتهم الوطنية وتحقيق رؤاهم المستقبلية. اندفع الشباب بنشاطهم في الأحزاب التي اختاروا الانتماء إليها، لكن هذه الأحزاب تبدو وكأنها لا تنتبه لوجودهم فعلياً إلا حين تحتاجهم للتحشيد وخوض معاركها ضد خصومها السياسيين. طوال عقود ظلت الأحزاب تقاد بنفس الوجوه التاريخية، ووجد الشباب أنفسهم مجمدين في قاعدتها يصرخون ويعترضون، وقد تصل أصواتهم إلى الصفوف الأولى لأحزابهم إلا أنها لا تلقى استجابة. أطلقت ثورة فبراير آمالاً كبيرة بتغيير المشهد الحزبي، إلا أن ما تلاها أثبت أن الأحزاب باتت عاجزة عن استيعاب المتغيرات، ولم يتغير شيء من واقع الشباب داخل أحزابهم حتى وصلت البلاد إلى حالة الحرب، والتي أصبحت فيها الأحزاب طرفاً هامشياً في المشهد والشباب خارج الفاعلية تماماً. ليبقى السؤال قائماً، ما الذي لا يزال بإمكان الشباب فعله؟ وهل لا تزال الأحزاب تمثل وعاءً مثالياً لدور الشباب اليمني؟ عن هذا سيكون موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع، لكن قبل البدء باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم نشاهد هذه التصريحات التي جمعها مراسلنا من شوارع مدينة تعز. الشباب هم أمل أي أمة وأي دولة، والشباب اليمني هم أمل اليمن، وقد تجسد هذا الأمل واقعا في تفجيرهم لثورة فبراير 2011. هذه الثورة التي تجاوز فيها الشباب التخندقات الحزبية والاحتقانات السياسية، واستطاعوا أن يوجدوا حلاً بعد حالة من الانسداد السياسي في داخل البلد. مثل هذه الحالة لابد أن تكون ملهمة لشباب اليمن الحزبي والمستقل لإحداث نقلة جديدة في هذه اللحظة الراهنة التي تعاني فيها اليمن ما تعاني. بالنسبة للتعددية الحزبية التي شهدتها اليمن ككل، فشهدت اليمن وجود العديد من الأحزاب كما نعلم وكما نرى، كان للبعض منها دور إيجابي خلال الفترة الماضية، إلا أنها مؤخرا نجد أن دور الأحزاب فقد انقلب مساره بشكل عام. من وجهة نظري كشابة أن دور الأحزاب لابد أن يكون دور فعال في المجتمع، حيث أن التعددية الحزبية مكفولة في الدستور، ويجب أن تكون هذه التعددية الحزبية تخدم الوطن مثلها كمثل التعددية الحزبية في جميع دول العالم، حيث أن الحزب يسعى كدوره أو هدفه الرئيسي هو بناء الوطن، وهو بناء نواة الوطن. هذه الأمور يجب أن تكون هي الهدف الرئيسي لأي حزب سيقام في المرحلة القادمة. إذن في هذا الموضوع نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم، بداية مع محمد المقبلي من تركيا. إذن سيد محمد، أهلا بك في هذه الحلقة معنا. أبدأ معك بالسؤال الأبرز لهذه الحلقة، دور الشباب في الأحزاب، هل هو يعني في هذا الواقع هل هو غياب أم تغييب؟ أهلا أسامة، في حقيقة الأمر هنالك تغييب واضح للشباب كمشروع سياسي متكامل، سواء على صعيد البناء السياسية أو على صعيد التمثيل السياسي لدى صانع القرار. وإن كانت ثورة 11 فبراير ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني قد انتزعت استحقاقات وتشريعات تتعلق بتمثيل الشباب بنسبة 20% تمثيل السياسي، لكن أكثر ما سيعزز حضور الشباب هو خلق القوة الشعبية الجديدة التي ستكون الحامل السياسي لمشروع مخرجات الحوار، مخرجات الدولة اليمنية الاتحادية، ومخرجات ثورة 11 من فبراير، بعد أن فشلت الأحزاب السياسية فشلا كبيرا في تمثيل الشباب والحفاظ على مشروعهم المستقبلي. نعم محمد، يعني التجربة الحزبية في اليمن مر عليها 20 عاما،
ولم تقدم هذه الأحزاب أو بالأصح لم تقدم هذه القيادات ما يذكر في التاريخ أو في الحركة أو في الوضع السياسي، هل كان عليها أو هل كان من المعول أن تقدم خلال هذه الخمس السنوات في هذه الحرب أن تقدم شيئاً للواقع السياسي أو للوطن؟ عزيزي أسامة، طالما هذه الأحزاب السياسية والقوى السياسية ليست بنى مؤسساتية وديناميكية لها علاقة بقراءة الواقع اليمني والإسهام في إنتاج الحلول السياسية والحلول الاجتماعية والإسهام في مواجهة المخاطر التي تهدد الدولة اليمنية الحديثة، لا يمكن أن تقدم لا على صعيد الواقع السياسي ولا على صعيد العقل الشبابي، لأن الأفكار الجديدة والمتجددة داخل البنى السياسية تواجه بمصدات كبيرة لها علاقة بالبنى التقليدية والتفكير التقليدي داخل البنى السياسية. وفي تقديري الشخصي أكثر من سينقض الواقع على العمل السياسي. محمد، رغم الحضور الكثيف للشباب في تكوينة الأحزاب اليمنية إلا أنه يقصى من الممارسة أو من ممارسة دور خلال هذه الأحزاب، كيف يؤثر ذلك؟ يؤثر ذلك على عدم خلق أفكار تجديدية قابلة للمستقبل، كما هو واضح التفكير الشبابي تفكير له علاقة بالمستقبل، تفكير له علاقة بالعلم، تفكير له علاقة بالمعرفة، تفكير له علاقة بالحلول الاجتماعية سواء لليمنيين بشكل عام أو للشباب بشكل خاص. هذا أثر كثيرا على طبيعة التعاطي مع القضايا الوطنية، البطء في مواجهة المخاطر التي تهدد الحياة السياسية والحياة الاجتماعية اليمني، عدم وجود روح تجديدية قادرة على أن تقترح الحلول المتعلقة بالذهاب للمستقبل، هنالك عجز وفشل، وهنالك أيضا تباطؤ في اتخاذ القرار المناسب نتيجة لغياب هذا العقل الجديد القادر على قراءة الواقع متسلح بالعلم والمعرفة والدراسات والاستشرافات والمساهمة في إنتاج الحلول واتخاذ القرارات المناسبة المتعلقة بالمشروع الوطني. إذن أنت تقول لابد من حلول لهذا الوضع، هل يستطيع الشباب إقامة أو يعني تنفيذ مثل هكذا حلول يعني واقعية تستطيع تغيير أو تحريك هذه المياه الراكدة؟ يستطيعوا خلق قوة شعبية جديدة تمزج ما بين العقل الشبابي والعقل الوطني، أي مجموعة من الشباب يعيدوا من جديد بناء تشاورات لخلق مشروع وطني جديد يمزج بين العقل الوطني والعقل الشبابي، ونقصد بذلك أن يتحالف الشباب مع النساء والأكاديميين والباحثين والصحفيين والحقوقيين لخلق هذه القوة الشعبية الجديدة التي تعبر عن تطلعات اليمنيين نحو المستقبل، وتعبر أيضا عن وجود مشروع سياسي يواجه الاحتلال في الجنوب والانقلاب في الشمال. الكثير سيد محمد يقول أن عقلية الشباب اليمني من هم بداخل الأحزاب السياسية لا تتغير أو لا تبتعد كثيرا عن عقلية القيادات الموجودة حاليا في الأحزاب، ما تعليقك حول ذلك؟ أنا أرى أن تفكير الشباب بكل تكويناتهم واختلافاتهم للأمانة مختلفة ومتغيرة ومتجددة، وأنت وأنا متابعين للرأي العام وسائل التواصل الاجتماعي نلاحظ أن أفكار الشباب التي تطرح حتى بما في ذلك الشباب الأحزاب مختلفة ومتقدمة ومواكبة للواقع. أما لو تم خلق لهم مؤسسات تعيد من جديد تأهيل الشباب وتدريبهم وتزويدهم بالمعارف والعلوم، أنا أعتقد أنها ستصنع الفارق الكبير، سواء من خلال خلق قوة شعبية جديدة من الشباب غير المؤثرين بالأحزاب أو من خلال مساعدة الشباب وتمكينهم سياسياً داخل البنى السياسية. إذن محمد، برأيك ما هي العوائق التي يعني تواجه الشباب وتمنعهم من صنع هذا التغيير ومن وضع هذه الحلول وتنفيذها على أرض الواقع؟ عدم خلق مشروع شعبي جديد مؤسسي يعيد من جديد تنظيم وتأطير الكتلة الشبابية الفاعلة وتدريبها على الرؤية الجديدة المنبثقة عن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وتنظيم هذه الطاقة الشبابية المتناثرة والمشتتة والذي تعيش في الداخل وفي الخارج، تنظيم القوة الفاعلة فيها وليس كل الشباب من هم منسجمين سياسيا ومتقاربين في الرؤية داخل مشروع مؤسسي ديمقراطي، أنا أستطيع أن أعتقد أنه سيصنع الفارق، وهذا ما يتم الإعداد له من كثير من القوى الفاعلة وبالذات المؤمنين دورة 11 من فبراير وبمخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
محمد، أنتم كشباب في الأحزاب تلقون اللوم على القيادات الحزبية، إذن ما الذي قصرتم في فعله حتى تصل الحالة داخل الأحزاب إلى هذا الشكل؟ أنا بالمناسبة لست منخرط في أي حزب سياسي، أنا منخرط في مكون سياسي جديد يتخلق اسمه مجلس شباب الثورة، سينبثق عنه مشروع شعبي جديد، لكن ألاحظ بشكل واضح أن الشباب ليس بأيديهم إمكانات، لا تزال القدرات والمؤسسات وصناعة القرار السياسي بعيد عن الشباب. القيادات السابقة أيضا أنانية في التعاطي مع الشباب، لم تساعدها في أن تكون صانعة قرار لكي تكتسب الخبرة السياسية والمؤسساتية، ما يساعدها كثير في إنتاج حلول، سواء الحلول المتعلقة بالشباب أنفسهم أو المتعلقة بالحلول الوطنية. وكما هو يعني ربما ينطبق على هذا الأمر ما قاله أحد الشعراء، ألقاه باليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. إذن محمد المقبلي، كنت معنا في هذه الحلقة، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من تركيا. وينضم إلينا أيضا من روسيا يوسف مرعي. إذن يوسف، أهلا بك معنا في هذه الحلقة. أبدأ معك هل ترى أن الأحزاب السياسية في اليمن حقا تحتاج إلى تصحيح مسار؟ بداية مساء الخير لك ولضيوفك ولكل المشاهدين الكرام. أهلا. ما يتعلق بعمل فيما يتعلق بعمل الأحزاب السياسية اليمنية، أولا سأتطرق إلى الفترة ما قبل اندراع ثورة 11 من فبراير. أولا كان الشباب خارج أدوات السياسة لأسباب كثيرة، كانت السياسة حينها كهلة، كان هناك حزب واحد هو حزب السلطة والعسكر، وكانت أحزاب المعارضة موجودة أيضا، لكن كانت كهول الأحزاب هي الممسكة بهذه الأحزاب. أيضا كانت البنية التنظيمية للأحزاب بنية ذات نظام تراتبي داخل الأحزاب، وهذه كانت تمثل أحد أهم المعوقات لإمكانية الأحزاب وتمكين الشباب سياسيا. كذلك أيضا الأحزاب الرئيسية الثلاثة، أنا أتكلم هنا عن ما قبل ثورة 11 من فبراير، بشكل عام كانت بيئة غير صديقة للشباب، مع بعض الاستثناءات لحزب الإصلاح من الناحية التنظيمية. أتت الثورة، فتحت الثورة أفق للشباب، أفق جديد، كان الشباب يظنون أنهم سيشركون في العمل السياسي وفي الإمساك بدفة المستقبل لليمن. لكن المرحلة التي كانت أثناء الثورة موجودة، مثلا الذهاب إلى المبادرة الخليجية، ذهب كهول الأحزاب لتوقيع المبادرة الخليجية بدون استشارة الأحزاب، حتى شباب الأحزاب الحزبيين. نعم. كذلك موضوع المؤتمر حوار وطني واختيار أعضاء مؤتمر حوار وطني من الأحزاب، تم اختيارهم أيضا بشكل اعتباطي وارتجالي فقط دون إشراك الشباب. نعم. إذن يوسف. ألو. نعم أسمعك، تفضل. أيضا هناك إشكالية فيما يتعلق في العقل الحزبي اليمني، هي إشكالية الأبوية السياسية. مثلا على مستوى إبداء الرأي، قد يكون الرأي الذي يقول الشباب الحزبي رأيا مبدعا مثلا وخلاقا، فتجد الكهول مباشرة يقفزون مباشرة، أنت أفهم أم نحن؟ نحن أولو خبرة ونحن رؤوسنا شابت من التجربة، أنتم شباب عديمي خبرة، وهكذا يتم تبخيس الإرادة الشبابية والرأي الشبابي داخل الأحزاب. الإشكالية هذه إلى اللحظة ما زالت قائمة. نعم. رغم مثلا تعطل السياسة، الأدوات السياسية الآن بفعل السلاح وبفعل الثورات المضادة والروعات الإقليمية تعطلت. مثلا لنأخذ مثال، حزب المؤتمر الشعبي العام رغم أنه انقسم الآن إلى أكثر من حزب، ما زال يرى نفسه أنه الحزب الأب. هذا الحزب للأسف الشديد هو الذي صوب الرصاصة القاتلة في للعمل السياسي في اليمن، دمر الوحدة وخان الجمهورية، وأيضا قتل العمل السياسي بتحالفه مع جماعة الإرهاب الحوثية. أيضا المؤتمر باعتباره حزب السلطة الآن، وبسبب فعلة الشنيعة بحق اليمن ومستقبله وتحالفه مع جماعة الانقلاب الحوثي، بسبب هذا العمل اليوم عشرات الآلاف من الشباب اليمنيين يلقون في محارق الموت في الجبهات
هذه في هذه المعركة التي أصبحت بلا معالم وغير واضحة، معركة تحصد أرواح اليمنيين لأسباب كثيرة. أولا هناك أعداء متربصون يرون أن اليمن تملك هذه الكتلة الديمغرافية المهمة والقدرات الشبابية الهائلة، وبالتالي من مصلحة هذه الدول، الدول التي تملك حسابات استراتيجية، أن تعطل قدرات هذا الشعب وأن تبطي من مستقبله ومحاولة النهوض. يوسف، هل فعلا أنت تجد الشباب داخل هذه الأحزاب مهيئين ومؤهلين فعلا لقيادة الأحزاب في هذه المرحلة؟ وما الذي ينقصهم حتى يصلوا لهذه المرحلة؟ أنا كشاب متابع أرى أن هناك شباب كثير، شباب يمني كثير أو شباب حزبي كثير متجاوز لعقدة الإيديولوجية، وكذلك متجاوز للسرديات الإيديولوجية التي سادت في الستينات والسبعينات، والتي تتحدث، الكل يعرف هذا الصراع الإيديولوجي الذي كان حاصل. اليوم شباب الأحزاب، هناك شباب وشريحة أيضا من شباب الأحزاب يرون بعين الوطنية لما يحصل في البلد، وبالتالي هناك إمكان تخليق جيل شبابي حتى وإن كان حزبي بس يرفض الوصاية الداخلية ويرفض الانقلاب ويصارع في إطار العمل البرامجي الحزبي. مهمة الآن كان هناك من قوى فاعلة في المجتمع أو مؤثرين الإمساك بيد هؤلاء الشباب. أيضا هناك مبادرات، اليوم أنا أيضا أتواصل مع شباب في الجامعات اليمنية، في شباب يكون مبادرات رائعة جدا يمكن أن تدعم هذه المبادرات، لأنه الأدوات السياسية تم تعطيلها في البلد، التنافس الديمقراطي والمشاركة الديمقراطية والانتخابات على مستوى الاتحادات الطلابية والنقابية أيضا عطلت. هناك اللي حصل في البلد انقلاب جماعة الحوثي، وهناك جماعات لا تؤمن بالدولة وباختصار شديد تتلقى تمويلا خارجيا يهدف إلى تدمير البلد. يوسف، لو افترضنا وتم هذا التغيير داخل هذه الأحزاب وتمكن الشباب من دفة القيادة، ما الذي سيتغير على الواقع اليمني هذا في ظل هذه الحرب؟ أم أن هذا التغيير سينحصر داخل هذه الأحزاب؟ أخي العزيز، إذا ما نظرنا مثلا، إذا ما عدنا قليلا إلى الوراء، في فترة في حقبة الستينات أثناء ثورة سبتمبر وأكتوبر، أعتقد كان الوضع سيء جدا في اليمن شمالا وجنوبا، لكن كان هناك مجموعة من الشباب من الطلاب كأمثال الجاوي والسقاف والزبيري وغيرهم كونوا مبادرات وعملوا اتحادات طلابية، وهذه الاتحادات كونت فكرة عامة عن الهوية اليمنية وعن النضال ضد الاستعمار وضد الإمامة، وبالتالي انتصر اليمنيون في معركتهم هذا. نحن الآن اليوم نعيش نفس المأزق، لا يختلف عن المأزق الذي عاشه اليمنيين في الحقبة السابقة، وبالتالي هي رسالة الآن لكل الشباب، الأحزاب المتجاوزة للأمراض الإيديولوجيات، إنه التفرقة هي التي تسهل وتساعد على هزيمة أي أمة عسكريا أو اقتصاديا، وبالتالي لابد الجميع اليوم أن يتوحد. نعم. الشباب، أنا أتكلم عن الشباب المتحرر صاحب الرأي. أيضا هناك مثلا مجلس شباب الثورة ككيان جديد، أعتقد باعتباره كيان تخلق في ظل الثورة الشبابية الشعبية السلمية 11 فبراير وما زال يحمل أخيراً يوسف هذه الثورة، لابد الانضواء تحت الكيان وتحت أي مبادرات قد تساهم في الانتقال باليمن من هذه المرحلة الصعبة. أخيراً يوسف، يعني كنصيحة منك أو كرسالة للشباب داخل هذه الأحزاب، ما الذي ينقصهم ليتداركوه؟ أعتقد أنه السوق صعب، لأنه الآن البلد يعيش حالة استقطاب حاد، المال السياسي الخارجي يلعب دور في مسألة الآن استقطاب الأحزاب، وكذلك الكل يعرف أنه البلد
اقتصادها مدمر، ليست هناك أي إمكانيات. إذا كنا مثلا على سبيل المثال، على سبيل المثال فقط، يعني طلاب اليمن يعني لأكثر من 8 أشهر والمستحقات منقطعة، لكن أعتقد أنه لو أن هناك رأس مال وطني، وأعتقد هناك يمنيين وطنيين كثير بإمكانهم أن يخلقوا جماعات ترفض الوصاية الخارجية وترفض الانقلاب، وأعتقد جماعة ضغط هذه يمكن أن نعمل شيء للبلد. إذن أشكرك يوسف مرعي، كنت معنا من روسيا. وينضم إلينا أيضا صلاح أحمد غالب من صنعاء. أهلا بك صلاح معنا في هذه الحلقة. سأبدأ معك، يعني هل دور الشباب في الأحزاب هل هو غياب بسبب تقصيرهم أم تغيب وتعمد من قيادات الحزب؟ أولا شكرا لقناة القسم لمناقشة دور الشباب اليمني وفي المجال السياسي. أولا يجب علينا أن نتكلم على الشباب الأحزاب وكل الشباب اليمن الذي قدم التضحية في المعركة الوطنية ضد الحوثيين وضد كل المشارع والهويات ما قبل الوطنية والدولة. يجب على هؤلاء جميعا مغادرة أمراض وأزمات النخبة السياسية التي أوصلت البلد إلى هذه المأساة. بالنسبة للشباب الأحزاب يقتنع أنها عوائق تتمثل في أمرين. الأول أن البنى الحزبية الموجودة ليست ذات طبعة ديمقراطية، ليست محطة لبناء الشباب وتطوير قدراتهم، ولا يوجد لديها مؤسسة تعمل على ذلك. نعم. الشيء الثاني هو الوعي السائد بأن الشباب غير قادرين على العمل السياسي وغير مؤهلين بعد. وفي الحقيقة هذا الكلام غير دقيق، لأن القيادات السياسية الحالية التي تصدرت هذه اللحظات أو هذا الخطاب التي تصدرت هذا الخطاب هي ما أوصلت السياسة والبلد إلى هذا الحال من الحروب والتشدد. يعني صلاح، نجد عزوف كبير من قبل الشباب يعني عن العمل داخل أحزابهم، ما الأسباب التي تراها بنظرك؟ أولا يجب أن نفهم العمل السياسي في البلد برمته تراجع بشكل كبير جدا، وتراجع الشباب في العمل السياسي من يتشكل الأحزاب السياسية. نعم. نقدر نقول عليها أنها لا تتحرك أو تتواجد في محافظة تعز، يعني بينما البقية المسموح في بقية مناطق اليمن الذي يتحرك هي قوة السلاح وهي الحروب التي تتحرك فقط لا أكثر. نعم. إذن أشكرك صلاح أحمد غالب، كنت معنا من صنعاء، ونعتذر عن رداءة الصوت. ينضم إلينا أيضا أحمد شوقي، أحمد من تعز. أهلا بك أحمد. أبدأ معك في ظل الحضور الكثيف للشباب وضعف قيادات الأحزاب، كيف يؤثر إقصاء القيادات لهؤلاء الشباب داخل الأحزاب هذه نفسها؟ طبعا هو بطبيعة الحال نحن في بلد يعني الشباب يكون نسبة كبيرة من السكان ما يفوق 50% أقل من 15 عام، وهذا يعني أن نحن مجتمع فتي في تركيبة السكانية، ويعني ايضا بالضروره ان هؤلاء الشباب يجب ان يكون لهم دور اكبر في الحياه العامه. نحن لاحظنا في المرحله الماضيه من سيطره النخب القديمه وكبار السن على المشهد السياسي والمشهد العام والمناصب العليا في الدوله او حتى في المجتمع، لانه كان هناك تدهور في الحاله العامه. خلال المرحله الماضيه جاءت الحرب ودخلت الميليشيات في يعني مؤامرة الانقلاب على الدولة، وكان هناك وقودها الشرس والقوي ومن قادوا عملية التخطيط والإدارة لهذا الانقلاب هم أساسا مجموعة من الشباب المؤمنين بفكرة الحرفية والميليشيا الحرفية. على الاتجاه المقابل كانت النخب السياسية الكهلة في الغالب العام طبعا استسلمت للواقع الذي حصل من الانقلاب، لكن أيضا الشباب سواء كانوا شباب ثورة فبراير أو غيرهم من أبناء البلاد يعني واجهوا هذا الانقلاب وتصدوا له في يعني عمليه المقاومه الشعبيه والجهود التي تمت خلال هذه المرحله. نعم. بوزت قيادات شابه من ابناء المقاومه او الطاقم المقاومه الشعبيه، وفرزت ايضا قيادات شابه من الميليشيا الحوثي. ما نحن الان للاسف نفرزه هو ان هذه القيادات الشابه التي افرزها الواقع اصبحت ايضا تزال من قبل مجموعه من النخب السياسيه العاجزه والتي اوصلت البلاد الى ما نحن عليه.
يعني أحمد، أعتقد أنه لا تنافي الأحزاب السياسية وفرت فرصة لقيادة الشابة. خلال السنوات الماضية بالصعود إلى الواجهة كان بالإمكان مواجهة هذه التحولات بديناميكية أكبر، بجهد أكبر، بقدرة على التفاعل بشكل أفضل، وربما حتى يكبح جماح مثل هذه التمردات والملشنة التي حصلت. أحمد، نلاحظ أن هناك فارق بين أداء الأحزاب على أرض الواقع وبين برامجها وأدبياتها. الشباب يطالبون بالقيادة، هل لو تمكنوا من ذلك هل يستطيعون تطبيق هذه الأدبيات والبرامج على أرض الواقع، خصوصا في ظل هذا الوضع وهذه الحرب؟ طبعا هو المؤسف أننا خلال المرحلة الحالية لا توجد لدينا نزهة أو فرصة من الوقت نستطيع من خلالها أن نقول أن هناك حالة تطور لدى الشباب فيما يتعلق بقدراتهم، فيما يتعلق بمعارفهم، فيما يتعلق بتجاربهم السياسية والاجتماعية والعامة بشكل عام. السبب أننا الآن في فترة الحرب، خلال مرحلة الحرب طبعا حصل تدهور كبير جدا في الثقافة السياسية، حصل تدهور كبير، بل أن العمل السياسي الآن غير موجود على المستوى المحلي، وأيضا حصل تدهور كبير في يعني الواقع الاقتصادي والاجتماعي، وهذا يجعل يعني يحد من قدرات الشباب في أنهم يمارسوا العمل السياسي أو يقودوا التحول الاجتماعي والسياسي في البلاد. للأسف الواقع الآن جعل الهواية أو المهنة أو الوظيفة الرئيسية الآن للشباب هو في التوجه إلى جبهات القتال، وما دامت جبهات القتال هذه يتم السيطرة عليها من قبل جمهور أو مراكز نفوذ موجودة سواء كان في الصفة الشرعية أو في الصفة المجلس الحوثية أو في الانتقالي أو في غيره، فهذا يعني أن هؤلاء الشباب سوف يستخدموا كوقود لهذه المعركة ويتم توجيههم بشكل خاطئ ومضلل، ولكن على مستوى الاستفادة وعلى مستوى التوجيه أو على مستوى كونهم أصحاب المصلحة في التحول القادم للبلاد والسلام والبناء والازدهار، هم للأسف سيكونوا مغيبين لأنهم للأسف أصبحوا أدوات في يد هذه القيادات. إذن أحمد، مثلا في مواقع قيادية نعم إذن هناك ضعف في الثقة بين الشباب داخل الحزب وقياداتهم، أو يعني لنقول اللائحة الداخلية لهذه الأحزاب والممارسات التي تتم على أرض الواقع، برأيك ما السبب؟ طبعا هو فيما يخص ضعف الثقه هو بين الشباب المستقل، يعني الشخص غير المنتمي للاحزاب او ربما الذي قد يكونوا مرشحين بان يمارسوا ادوار سياسيه ولكنهم ليسوا موجودين في اطار الاحزاب، اما في اطار الاحزاب السياسيه فللاسف هناك حاله يعني استخدام قسري او سخره سياسيه تمارس في الاحزاب من خلال استغلال حاله هؤلاء الشباب، وبالتالي توظيفهم لتبني خطاب بعض القيادات او مراكز النفوذ كما قلت لك سابقا. وقد حصل الان في 2011 ولليوم حصل استيعاب لعدد كبير جدا من الشباب سواء كانوا موجودين معنا في تحت الثوره او من يعني ظهروا خلال فتره الحرب او من الشباب الواعدين او كان لديهم قدر من الموهبه فيما يخص مثلا الوعي السياسي والوعي الاجتماعي والكتابه والتنظير وهذا الكلام. تم استيعابهم في مواقع قياديه في السلطه، لكن الاشكاليه الان ان هؤلاء الشباب ليس لديهم قرار، ليسوا موجهين لهذه الاجهزه، ليسوا اصحاب قرار في مناصبهم في مواقعهم، وانما يتم توجيههم مسبقا وبشكل مبتذل للاسف من قبل هذه القياده، الان هم يتصدروا الواجهات على الشاشات يعني في وسائل الاعلام، هم يتصدروا الان في مناصب قياديه، يعني مجموعه من الشباب هنا، لكن هؤلاء كلهم ليسوا اصحاب قرار، ليس لديهم توجه او استراتيجيه، هم للاسف مجرد امعات، وكثير منهم للاسف اصبحوا انتهازيين ووصوليين حتى وان كانوا في مرحله ما لديهم صدق اخلاقي وصدق ثوري وكانوا مصلحين اجتماعيين، لكن تحت يعني جانب الاجتماع لا والحاجه ومخاطره الرغبات اصبحوا مجرد ادوات للتمييع وللاسف للكذب وشهاده الزور. اشكرك احمد جدا تضرير الراي العام والمجتمع. احمد شوقي، احمد من تعز، اشكرك لمشاركتنا في هذه الحلقه. وعن هذا الموضوع أيضا مشاهدينا نستعرض لكم هذه التصريحات التي جمعها مراسلنا من شوارع مدينة شبوة. طبعا الشباب أكد حضوره ليس من اليوم ولكن من قبل 9 سنوات من ثورة 11 من فبراير، أكد الشباب أنهم جديرون بالمسؤولية وبالتغيير وبالحضور أيضا. اليوم في ظل ضعف العمل السياسي وضعف التعاطي الحزبي مع الأحداث خصوصا مع صوت البندقية الأعلى، ربما لا يكون للشباب دور في القرار المباشر للأحزاب والحراك الحزبي، لكن للشباب دور كبير وفاعل في الضغط على هذه القيادات الحزبية لاتخاذ مسارات معينة، لاتخاذ مواقف أيضا معينة، هو دور
دور مساند ودور أيضا ضاغط للقيادة الحزبية، لكن الحضور الشبابي واضح ومتجلي في كل مجالات الحياة، سواء في المجال السياسي أو في المجال العسكري الذي هم أبرز يعني بيادقه في هذه المرحلة الراهنة. الشباب حاضرون ويؤكدون حضورهم يوما بعد آخر. للشباب دور محوري في تغيير الوضع الراهن. ابتدى دور الشباب من ثورة الشباب الشعبية السلمية الذي هي ما زالت ممتدة إلى اليوم. نحن كشباب نرى أن الأحزاب الحالية لا تمثل الشباب ولا تمثل وجهة نظر الشباب. الشباب الآن الذي يقوم على عاتقهم كل العمل، يعني الشباب هم محور هذا سواء في الجبهات أو في المجتمع، هم الطبقة الحية في المجتمع. ولهذا ندعو نحن كشباب لا تمثل لنا الأحزاب الحالية الموجودة في الساحة اليمنية، لا تمثل الشباب ولا نرى فيها أملا للخروج من حل، حيث أن قادة هذه الأحزاب موجودون في عواصم ودول خارج أرض الوطن. الحقيقة أن الأحزاب السياسية في الوضع الحالي أصبحت مسلوبة القرار والإرادة. هناك قيادات خارج الوطن و بينها فجوة وبين يعني فجوة عملت فجوة بينها وبين الشارع الوضع، وأصبحت يعني الأحزاب السياسية في الوقت الحالي يعني أصبحت من الماضي للأسف الشديد، لأنه أصبحت تسيطر عليها. إذن عن هذا الموضوع أيضا طرحنا سؤالا على صفحة الفيسبوك، نستعرض لكم مشاهدينا الكرام بعضا مما قلتموه على صفحة فيسبوك على منشوراتنا بخصوص هذه الحلقة. إذن قبل ذلك تنضم إلينا رئام الأكحل من صنعاء، أهلا بك رئام. إذن رئام، وجدنا في هذه التصريحات التي سمعناها قبل قليل يعني لوم شديد من قبل الشباب على قيادة أحزابهم، هل تجدين هذه يعني هذا اللوم أو أسبابه له مبررات وتجدينه واقعيا؟ اهلا، انا متابعه الحلقه طبعا مع مسؤوليه التلفزيون عندي، لذا ما سمعت ايش قال بالضبط. نعم رئام، فممكن تودي لي سؤال مباشر لانني ما سمعت ايش قال بالتصريحات. رئام يعني في المقاطع وحتى في ظل الاتصالات خلال الاتصالات الماضية يعني نجد لوم كبير على قيادات الأحزاب، هل تجدين هذا اللوم مبررا؟ رئام هل تسمعينني؟ نعم ممكن تكرر لي السؤال؟ نعم رئام، يعني أنتم كشباب في الأحزاب تلقون لوما كبيرا على قيادات الأحزاب، ما سبب هذا اللوم؟ بشكل عام، احنا نتكلم بشكل عام وباعتباري واحدة من شباب الأحزاب، أعتقد أنه الخلل مش فقط في القيادات فقط نتناهي نقصة الشباب، أو أنه إحنا الآن كشباب نحط القيادة حقنا كشماعات للفشل، إحنا كمان مشاركين بالفشل هذا اللي حصل. وأعتقد أنه صحيح أنه في إقصاء للشباب، في إقصاء للشباب بشكل عام، وهذا يرجع مش للحزب نفسه على قدر ما هو المنظومة السياسية المتكاملة في البلد. يعني مثلا في وضع حرج زي وضعنا الآن، أكيد يعني تشوف إنه عمل الأحزاب نفسه محصورة، يعني ما تقدر تتحرك، ما تقدر تطبق حتى برامجها، ما تقدر تمارس العمل الحزبي ولا تقوم أي تمارس أي سياسات أو تشارك في عملية التغيير السياسي في البلد. رئام إذن أنت تلقين اللوم أيضا على الشباب كإنصاف، هل نعم. تجدين أن الشباب داخل هذه الأحزاب لم يصلوا إلى مرحلة النضج لقيادة هذه الأحزاب؟ هي مش ما تقدرش تقول إنه وصلوش لمرحلة النضج على قد ما هم ما لاقوش الاهتمام الكافي، أو إنه هم نفسهم الشباب نفسهم ما عندهمش الثقة بقدراتهم. صحيح القيادة الحزبية تتحمل مسؤولية إن
تبني هذا الشباب، في تدخله مثلا تعمل له دورات تكوينية تدريبية في مجال القيادة، في مجال السياسة، في هذه المجالات اللي تؤهله انه يكون قيادي بارز في الحل. وفي في في أمثلة مثلا في أمثلة في سكرتارية في القطاعات الطلابية كلها شباب. حتى تأسيس الأحزاب نفسه بدأ من قيادات شبابية، ولكن بعدين استمرت هذه القيادات، وزي ما يحصل في كل في العملية السياسية الموجودة في الوطن العربي بشكل عام، يعني أي واحد يوصل للسلطة أو القيادة خلاص ما عاد يفلت في الكرسي، ما عاد يترك في مجال للغيرة، ولا عاد يترك مجال للشباب أنهم مثلا يطلعوا، أو أنه يكون الشباب نفسهم عندهم ثقة بقدراتهم، عندهم ثقة أنهم يقدروا يوصلوا لهذه المراكز القيادية، رغم أنه في أحزاب لحد الآن في نماذج أحزاب الشباب وصلوا حتى للجنة المركزية ومواقع صناعة القرار، ولكن يظل أنه ما حد قد مسك الأمين العام للحزب. وأنا بوجهة نظري ما أثلفت لك نقوم أنه يتحمل مسؤولية الطرفين، القيادة والشباب نفسهم. أشكرك لمشاركتك رئام الأكحلي، كنت معنا من صنعاء. ينضم إلينا أيضا مروان عميران من السعودية. إذا مروان، كيف تجد دور الشباب داخل أحزابهم في ظل هذا الوضع؟ أسعد الله مساءكم وكل المشاهدين. أهلا بك عزيزي. الشباب هم دائما الأكثر طموحا في المجتمعات، ولكن للأسف في مجتمعنا اليمني وفي الأحزاب يتم إقصاء الشباب حتى مجال الرأي أو مجال الاستشارة، لا تجد أي يعني أي مشاركة للشباب حتى في داخل الأحزاب. المفترض أنه كان من 2011 كان يبدأ التغيير داخل الأحزاب نفسها، هذه الأحزاب وقيادات الأحزاب التي قد عفى عنها الزمن، وهي أنا أقول لك وهي 50% مشاكلنا هي من قيادات الأحزاب التي قد عفى عنها الزمن. شباب الأحزاب دائما من 2011 ونحن نناقش هذا الشيء بمشاركة الشباب في الأحزاب وفي قيادة الأحزاب، ويعني قد يكون عندهم يعني مجال للتغيير، مجال لصناعة القرار أفضل من القيادات التي قد شاخت، وخصوصا الأحزاب. وهناك تفاهمات بين شباب الأحزاب، أنا أشوف ولاحظ من 2011 وهناك في تفاهمات بين شباب الأحزاب، أحزاب المؤتمر وأحزاب حزب الإصلاح والاشتراكي والناصري، ولكن هذه الشباب تلاقي إقصاء وتهميش من قبل قياداتها، وهذه مشكلتنا. مروان، يعني نحن نجد في أغلب الأحزاب هناك دوائر خاصة بالشباب وفعاليات ويعني مناصب قد تكون شكلية في نظر البعض، لماذا عندما نأتي إلى المناصب القيادية التي لها أن تغير في الواقع لا تسند إلى الشباب؟ هل هذا يعود إلى أن القيادة لا تثق بالشباب بعد؟ القيادة هي القيادة الأحزاب دائما التي قد عفى عنها الزمن لا تثق بالشباب. الشباب هم مجرد واجهة حاطينها الأحزاب، مشكلتنا في قيادة الأحزاب حاطين شباب فقط بالواجهة يعني للتمويه، ولكنهم هم يعني هم يعرقلون اي يعني طموحات للشباب. منذ 2011 ونحن ننادي بالتغيير داخل الاحزاب بقيادات شابه ومتحركه. شوف عزيزي، ميليشيات الحوثي رغم انها ميليشيات واجرام يادنا، لكن اكثر اغلب من يقود هذه الميليشيات تجدهم شباب. نعم اسمعك، تفضل. رغم انها اقول لك لكنها تقودها جماعه كلهم قيادات شابه، لكن لما تشوف عند الاحزاب حقنا الاحزاب كلها قيادات عفنا الزمن، لا يمكن ان تغير او تصنع اي شيء منذ التسعينات ولم يغيروا شيء، لم ياتوا بشيء يعني جديد. هناك شباب يتم اقصائهم داخل قيادات الاحزاب التي انضموا الى شباب الاحزاب التي انضموا الى ساحات شباب الثوره، هم انفسهم ما قاموا باي تغيير، وكان المفروض ان يكونوا هم من يبادروا بالتغيير.
قيادة الأحزاب بعد 2011 بعد انتخاب عبد الرب منصور هادي كان المفروض أنها تتخذ إجراءات جميع الأحزاب، ولكنها نفس الصور ونفس الأشكال منذ التسعينات هم نفسهم، هذه قيادة الأحزاب هذه نفسها. ولذلك يجد الشباب يجد عراقيل كبيرة من قبل قيادة أحزابهم نفسهم. احنا كشباب في المجتمع اليمني تلقى آراءنا وأفكارنا كلها متوحدة ومتوافقة، ولكن المشكلة هي عند قيادات الأحزاب هذه. يعني إذن أنتم مروان يعني تلقون ما زلتم تلقون اللوم على قيادات الأحزاب، أنتم كشباب وكقاعدة عريضة بين في أحزابكم، لماذا لا تقدمون شيئاً؟ أم أنه يعني ماذا نقول؟ يعني داخل أحزابكم لا تجدون ما تقدمونه لهذا الواقع؟ لم نجد أذناً صاغية من قيادة الأحزاب، ماذا نقدم؟ ما لا شيء جد. شباب الثورة 2011 صنعوا تغيير، صنعوا يعني نقلة نوعية، ولكنها اصطدمت في قيادة الأحزاب نفسها، وخصوصا القيادة التي كانت تنادي بالتغيير. وبعد 2011 لم تقم بأي تغييرات على مستوى الأحزاب، على مستوى القيادة، على مستوى أبسط شيء داخل الأحزاب، لم يقوموا بتغيير أي شيء. يريدون يظلون هم من يقودون الشباب، وهم بعقلياتهم أنهم يفكرون أن الشباب لا يمكن أن ممكن يصنع أي تغيير، أو أنهم يفكرون أن الشباب غير يعني لم ينضجوا بعد. هذه هي عقليات. نعم. ونحن ما نحن اليوم فيه وما نحن اليوم فيه من هذا بسبب قيادة هذه الأحزاب التي عفى عنها الزمن. إذا أشكرك مروان عميران، كنت معنا من السعودية. كانت التصريحات السابقة التي عرضناها لكم من مأرب، وهذه تصريحات جمعها مراسلنا من شبوة، نتابع معكم. أصبح اليوم من الضرورة بمكان على الشباب اليمني أن يتحرك ويأخذ بزمام المبادرة لرسم خريطة بلده ورسم خريطة المستقبل الذي تقع المنوطة به، لأن الشباب عنده الطاقة المتجددة والأفكار المتجددة مع ما يحصل في العالم. أما المنظور الحزبي فقد أصبحت الأحزاب اليمنية اليوم في منظور الشارع أنها جزء من المشكلة وليس جزء من الحل، وأن القيادات الحزبية أصبحت شاخت مع 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 زمن أحزابها. لذلك كما قلت وأسلفت أن الأمر الآن هو بيد الشباب، عليهم أن يتحركوا وأن يسابقوا وأن يبادروا إلى مستقبل بلدهم، لأنهم هم المستقبل، وأنهم هم الغد الذي كل الناس تعول على غد أفضل، وأن يأخذوا بزمام المبادرة، وأن ينظروا وأن يعيدوا الأمل إلى الناس وإلى الشارع، وأن يعيدوا الأمل إلى الشعب اليمني الذي عانى كثيرا، الذي عانى كثيرا في ظل الأحزاب المتصارعة زي أنصح التعبير، والذي أصبحت اليوم تشكل عبء ثقيل على الشباب وعلى منظور المستقبل وعلى وتشكل جزء من معاناة الناس الذي يعانونها اليوم. لا شك أن الأحزاب السياسية بحاجة إلى دور للشباب فيها لتجديد الدماء فيها وتجديد النشاط الحزبي والسياسي في أي حزب كان موجود على الساحة. فلا شك أن وجود قيادات شبابية سيكون لهم دور كبير في تغيير المشهد أو الواقع الموجود، حيث وصلت الأحزاب إلى مرحلة من الشيخوخة ومن يعني مرحلة التجمد في النشاط السياسي في البلاد. لذلك يجب على الأحزاب السياسية بشكل عام أن تجدد من القيادات وأن تجدد في نشاطها وأن تجدد في مناشطها كافة على المستويات، وأن تفعل مؤسساتها الحزبية السياسية
انطلاقا من برامجها الداخلية المعمول بها في كل حزب. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج المنصة، نشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والمشاركة، وإلى اللقاء.